مساء الفل للناس الكل في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية. لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية لحظات قبل البداية الكروية الحقيقية. المعلق الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم وأنقل لكم أحداث هذه المباراة. وتشكيل مباراة اليوم، ركلة البداية جيفرسون والكرة ملعوبة إلى الأمام. حداد، أمرابات، توسيع على الرواق، ورأسية بارعة مباشرة، لعبة رائعة، جميلة من النوعية المفضلة للجميع، لكن العرضية في رأيي هي الأفضل. بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر، يوسعها السعيدي، يلعب كرة بينية، صنع فرصة رائعة، السعيدي فول، يحاول تمريرها عبر الدفاع، ستذهب الكرة إليه ويلعبها عرضية. فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. وتخرج الكرة إلى رمي التماس، والكرة للمنطقة الأمامية، يحاول أن يلعبها بينية، ستحتسب المخالفة. مرت الكرة، يحاول فك دفاعات المنافس واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. كان التفاهم رائع وكان بينهما توارد خواطر مثالي لتحديد توقيت تحرك اللاعبين. النتيجة إلى نقطة البداية بهذا التعادل. فول، كرة واعدة على اليسار، هل سينطلق ويكمل المشوار؟ تغيير اللاعب على الرواق، تسديدة جميلة، فيجا ابعدي يا كرة وانتهي يا خطورة. الكرة للأمام،
أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. ديالو ينطلق. حداد تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. يعترض التمريرة. محمد. حداد. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول أن يلعبها بينية. نجحوا في تخليص الكرة من منطقة الخطورة. كرة عرضية بكل حماس يلعب كرة بالرأس. لا يمكن القول سوى خارج المرمى فحسب. جيفرسون والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. السعيدي يلعب كرة إلى الأمام عند وسط الملعب. ويليان يمررها إلى يمينه. يلعبها توليا. فرصة إحراز هدف ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. هل يكون هذا هدف الفوز بالمباراة بالنسبة إليهم؟ حداد عرف بفطرته أين ستأتي الكرة. وبصراحة فإن التفاهم بين الفريق رائع جدا. لابد وأنهم تدربوا كثيرا وطويلا على ذلك، بل أعتقد أنه ربما يمكنهم القيام بذلك وأعينهم معصوبة. متفوقون بفارق هدف واحد. اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. تمركز جيد والدفاع يستميت لمنع الخطورة وقطع الكرة. كرة طولية في المساحة الخالية. جمال. كرة طولية إلى الأمام. تمريرة من أسوأ ما يكون. لم يخاطر على الإطلاق. يتقدم إلى الأمام. حداد. كرة طولية إلى الجناح. تمريرة بذكاء. والحارس موجود للإمساك بالكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ عرض جميل من التمريرات. ماذا سيحققون منها؟ تلاحم قوي. هذه هي لقطات الحماس والجمال. هذه هي كرة القدم في كل الدلال. كرة جميلة. السعيدي. كرة طولية إلى الأمام. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. هذه هي نهاية الشوط الأول. نتيجة 2-1 في المباراة. استمتعنا بثلاثة أهداف في الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. محمد. ويليان يريد الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يبعدها الدفاع في هذه المرة. السعيدي. فول. محمد. كرة طولية إلى الأمام. يوجه تسويبة قوية ويحرز الهدف. أصبح الفارق الآن هدفين.
لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين الآن. جيفرسون يلعبها طولية، يركلها ناحية المرمى. أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة، تصرف رائع منه هناك. هذا تسدي مدهش للكرة، والآن الكرة ملعوبة للأمام، فاتت ومرت ووصلت إليه. يستغل الفرصة ويسدد، كان رد فعله سريع للغاية. السعيدي، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها للجانب الآخر من الملعب. كرة على الأطراف، الكرة ملعوبة إلى محمد. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. جيفرسون يحاول تمريرها عبر الدفاع. هناك إمكانية التسديد الآن. تعرض الحارس لاختبار حقيقي في هذه الكرة بالتأكيد. ذلك النوع من الهجمات المرتدة يمكنه التسبب في أضرار كثيرة، لكن لم تكن اللمسة الأخيرة بدقة كافية لإنهاء هجمة مرتدة رائعة كهذه، كانت مباشرة للغاية. يحصل عليها السعيدي، يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. أمرابات، حداد، كرة طولية إلى الأمام، افتكاك مميز خلصهم من الخطر. يلعبها بينية أرضية، يرسلها إلى الأمام. قابل العرضية المبكرة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن ناجحة بما يكفي. كنا نتوقع جميعا من لاعب بمهارته أن يسجل، هو كالكابوس لأي دفاع، وتحركاته والمساحات التي يخلقها وتوقعه الجيد للكرة كلها مهارات يتميز فيها كثيرا، ومن الصعب جدا على أي دفاع السيطرة عليه. يحاول فك دفاعات المنافس، وتخرج الكرة إلى الرمي التماس. يلعب كرة من الخلف إلى الأمام، العرضية ولكنها ضايعة. حداد سجل هدفا بالفعل في المباراة. أمرابات، كرة على الأطراف، خلق لنفسه المساحة. تسديدة بارعة، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. كرة طولية في المساحة الخالية، تسديدة، تسدي جميل من الحارس. جول! يتفوقون بفارق 3 أهداف، وقد تكون هذه نتيجة كافية للفوز. محمد انقذ للكرة بكل قوة ليحرز هدف كالعادة. هناك تحركات كثيرة عند خط التماس، يبدو أن هناك تبديل سيتم الآن. كرة على الطرف، عشوائية جدا.
توزيع ناحية اليمين، يلعب كرة طولية، كانت الفرصة موجودة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة طويلة وعالية على الرواح، والكرة ملعوبة إلى المنطقة ولكنها لا تجد أحدا في النهاية. تسديدة تفتقر إلى القوة، كلما أسرع المهاجم بالسيطرة على الكرة زاد الوقت المتاح له في التعامل بها. كان رائعا في التحذير لتسديدته. رأسية عالي العال، محاولة جميلة لكن ليست جيدة بما يكفي. خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، هذه رمية تماس، كرة طولية إلى الأمام والدفاع يبعد الكرة، يحاول لعب كرة بينية غدارة، قد تكون هذه فرصته، ليست تسللا، يندفع بقوة إلى الأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها طولية، كرة غريبة، سيتم إضافة 4 دقائق وقت بدل ضايع، محمد أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. وعرضية مرة ثانية. السعيدي يلعبها للأمام. يلعب كرة بينية. عدت الكرة وباش يسجلوها. كرة على الجانب. يلعبها طولية. نهاية المباراة بعد